عندما كشفت القرعة مكانة قطر في المجموعة الأولى، ما توقع أحد أن تكون رحلة العناب نحو ملاعب روسيا مفروشة بالورود في طهران، حيث الجموع الغفيرة كسب العناب اختبار المطاولة وما خسر نقاطا مضمونة، إنما المرارة أن التعادل كان في متناول القطريين. طبعا لعبنا مباراة جيدة الأولى في إيران، كنا نستحق نتيجة أفضل، بس في النهاية كرة قدم كانت مثل ما نقول كانت 3 نقاط مهمة، بس ما كانت تعني المعنى الكثير، لأن 3 نقاط يعني ما كانت راح تأهلنا ولا راح نطلع منها. أتوقع اللي جاي بيكون أهم، خصوصا عند السمباريات ومباراة على أرضنا 3 نقاط مهم جدا، أن نبدأ مشوارنا 3 نقاط على أرضنا، وإن شاء الله نطلع بنفس المستوى وأفضل في المباراة. الجمهور القطري سيكون على موعد الاختبار، هكذا طالبه نجوم العنابي. الجمهور دوم يعني له طابع ايجابي على الفريق، خصوصا احنا راح نواجه رجعنا ايران ب 100,000 متفرج، بنروح كوريا نفس الشيء 60 70,000، في الصين اوزباكستان كل الدول راح نلعب ضدها راح يكون ملعب مليان. احنا نطمح نفس الشيء، يعني اي فريق راح نستضيفه نطمح انه يكون ملعب مليان، هاي حافز كبير للعيبه، وكل اللعيبه يعني ينتظرون هالشيء من الجمهور، كل قلب واحد ان شاء الله الجمهور معنا، راح نطلع بصوره طيبه وراح ناخذ 3 نقاط. ليس الأوزباكي غريبا على الدوحة ولا المنتخب بغريب على القطريين، ولو أن الخسارة كانت نصيب العنابي يوم التقى المنتخبان آخر مرة رسميا في الدوحة قبل أعوام 4، لكن القطري هذه المرة بالتأكيد غير، فهدية المونديال ليست كتجربة نهائيات كأس آسيا. كمان استفاد نفسي وذهني في المباراة الماضية. لن يكون هناك تغييرات تذكر في تشكيلة العنابي، فنجاحه في اختبار طهران سهل مهمة المدرب كارينيو، ولو أن كل النقاط طارت دون أن تقلل شيئا من حضور رائد للعنابي في المونديال. هكذا هي التوقعات ناهيك عن التمنيات. حيدر الوتار، صدى الملاعب.